في يوم المرأة الإماراتية لهذا العام نسلط الضوء على حكايات لسيدات شكلوا مصدر إلهام لنا. As the first woman in my family to pursue a career, the Sheikh Mohammed bin Rashid Leadership Program taught me that there are no limits to what we can achieve. I'm deeply grateful to the UAE and UAB. أم وأشتغل؟ هي نعم، أسرتي هي مصدر قوتي وإيماني بإمكانياتي. مع تحفيزهم ودعمهم راح أظل أحلم وأحقق وأزدهر. As a novelist and children's story writer, I published various works. And as a designer, I won the first place in the sustainable fashion category at International Fashion Week. وحصولي على المركز الثالث في مسابقة الفجيرة الدولية للخط العربي كان حلم وأصبح حقيقة. رحلتي من موظفة استعلامات في البنك إلى مديرة فرع كانت تحدي. أما التحدي الأكبر بالنسبة لي الاعتراف بأكثر من 75 حيوان مختلف. شغفي في الكرة الطائرة ما يقل أبداً عن طموحي في التدقيق الداخلي، وفوزي بأكثر من 40 ميدالية مع المنتخب الوطني الإماراتي والأندية الوطنية هو الدليل على ذلك. هذه الحكايات هي التي تجعل من كل امرأة إماراتية مصدر إلهام لا حدود له. كل عام وأنتن بخير في يوم المرأة الإماراتية.